الحمد لله سنه كرو تواصلنا معها في المهرجان الفيلم العربي، ولكن السيد اللي كان بالكومينيكاسيون ماركو تيقول لي ما تواصلش معاه. حنا شخصيا عندنا لي كونتاكت ديال لي زارتيست ديال المغرب كامل، ولكن السيد اللي كان هو ما كاين حتى شي مشكل. نورمالمون حنا الحمد لله ما عندنا حتى شي مشكل مع دي زارتيست، كنتواصلوا معاهم. الدليل ان قادر جابون جا لبى الرغبه، عزيز داداس، فريد غنام، كاع الفنانين الحمد لله تيلبيو الرغبه. وخلعت ولكن الحمد لله انا الباحث اتصلت بيا شهرزاد عكروت الصحفيه ديال شادي تي في، قلت لها ما تجيوش تهضري. الحمد لله حنا محبوبين عند الفنانه، محبوبين عند الله سبحانه وتعالى، محبوبين عند والدينا. الفنانه يمكن حنا خلينا فيها، كان عندنا واحد لو تخاك، كان عندنا واحد لو ستريس، جوج ديال الناس اللي كيجريو في لي فيرمو باش اننا نجريو، عندي تريتور نجريو، عندي سبونسور ونجريو الحمد لله باش نوقفوا. يمكن حنا خلينا فيها، كان عندنا شخصيا حنا نتواصلوا. انا شخصيا اللي كنت كنجري واحد الشهرين ما بين لي سبونسور ولي ميديا ولي ستار وشركه المكياج، راه ماشي سهل ان جوج الناس باش انهم يجريو واحد الشهرين، راه ماشي سهل. سنة عكروت خصها تفهم هذا لي ستريس حنا اللي كنجريو فيه. الحمد لله انا اللي الويده مسكينه دارت عمليه لدرجه اعتذرنا ليها واعتذرنا لشهرزاد. الحمد لله الوالده اللي في السبيطار دارت عمليه، خليت الوالده ديالي وجيت انني باش ندجع هاد المتشاركات. الحمد لله سنة عكروت فنانه كبيره، ما نجيوش نهضروا عليها. محمد النوازي فنان مخرج كبير، كاع الفنانه الحمد لله. يمكن ذاك السيد اللي تواصل معاه ما كملش معاه، هذا هو الغلط. هي لاحظت ذاك الشيء في لاباج وحنا ما كنستنكروهاش، حنا كنقولوا لها تبارك الله عليك، وحنا تنقولوا لها الله الوطن الملك. الفنانه حنا ديما تنحبوهم وما عمرنا تنخسروا شي فنان. الفنان هو رقم واحد والجمهور هو اللي كيساند الفنان. يمكن هي غلطات، الحمد لله حنا ما غنغلطوش، حنا تنقول لها مرحبا بك جيتي، مرحبا، ما جيتيش 100000 مرحبا. على الدليل انك كتشوفي فنانه كبار، فريد غنام التكريم ديالو، الفنانه نائله بو نعيلات، سميره بن الحاج، اكبر الفنانه الحمد لله كاينين التكريم ديالهم. حنا ما غنبقاوش نضربوا بعضياتنا، حنا الحمد لله بلد ديال التصالح، بلد ديال السلم، بلد اللي نخدموا بعضياتنا، نخدموا ونرفعوا برايات البال، ماشي هذا قال هذا ضرب. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.